ونخش على استعدادات الأهلي. وطبعا عندنا مباراة منتخب السويس بإذن الله النهاردة، عايزين نتكلم أكيد عن مباراة الأهلي كمان قبل ما نخش في تفاصيل يعني مباراة اليوم وحرس الحدود تحديدا، لأن يوم الخميس يا كريم كان فيه مباراة عظيمة جدا وانتهت طبعا بثلاثية، وكل الناس كانت بعد كده بتعلق أهلاوية وغير أهلاوية، قال لك يعني هو في إيه حكاية الثلاثية مع النادي الأهلي اللي ملازمة كولر تحديدا يعني عشان يعتلي بعدها صدارة طبعا النادي الأهلي ترتيب مسابقة الدوري برصيد 65. وقلنا الكلام ده يا جماعة، قلنا قبل مباراة حرس الحدود قلنا إن إحنا مش قلقانين أبدا على الأهلي وإن شاء الله الدوري محسوم بإذن الله، عندنا مباريات ومؤجلات كانت مهمة جدا ولسه عندنا، لكن في الأول وفي الآخر أنت النادي الأهلي الحمد لله الموسم ده فعلا فعلا إحنا فخورين بكل اللعيبة بالجهاز الفني بالجهاز الإداري بكل المجهود اللي بيقدم، لأن هو بيترجم على الأرض ببطولات وبنتائج حلوة ومجهود حلو كمان داخل الملعب. يعني أنت كان أوقات يا كريم الجماهير بتبقى مش راضية عن الأداء حتى وإن كانت النتيجة جيدة، بس أنت دلوقتي بتشوف لعبة حلوة وبتشوف نتيجة حلوة فده بجد يدل على نجاح منظومة كاملة. بتتكلم هنا عندك فارق نقطة واحدة بلغة الأرقام عن بيراميدز، طبعا أقرب يعني زي ما تقول منافس ليك وصاحب المركز الثاني. طيب نفكر حضراتكم برضو بثلاثيات كولر، لأن ناس كتير برضو كانت بتتكلم أو علقت عليها، كان أبرزها طبعا الثلاثية اللي كانت أمام الاتحاد المنستيري كانت 3-0 في دوري الأبطال، عندك برضو مع بيراميدز في كأس السوبر الاتحاد السكندري وسموحة والزمالك وأسوان وغسل محلة وفاركو في الدوري وأوكلاند سيتي كمان وقت كأس العالم للأندية والقطن الكاميروني والهلال السوداني والترجي التونسي، أنا مش عايز أنسى حاجة طبعا في دوري الأبطال، وأخيرا طبعا ثلاثية حرس الحدود في الدوري المصري، جهد محترم جدا وأرقام مميزة جدا للأهلي مع كولر ومزيد من الثلاثيات. والله إحنا يعني دي حاجة تسعدنا مش حاجة